قبل الاي بي كي كنت اشتغل بعد ببرايفت كمباني، كنت اشتغل كول سنتر. وصلت مرحله حسيت ان انا ابي اطور من نفسي، ولقيت من البنك الاهلي الكويتي وهو المكان المناسب. فيوميات البنك شفت التطوير هذا موجود، وشفت انه في فرق وايد كبير وين كنت وين صرت. اي انسان اهم شيء عنده التقدير المعنوي، فوايد يقدرونك معنويا، وايد وايد ما يحسسونك كأنه انت رايحه بس الشغل تشتغلين وبس خلاص. They appreciate everything we are doing، من الاشياء الصغيره للاشياء الكبيره قاعد يتذكروننا بكل شيء. في كوميونيكيشن مع الموظفين وايد حلو، وما شفت انا بمكان من قبل. من احد اسباب اختيار البنك الاهلي الكويتي ان حاصل على جائزه افضل رب عمل من نسيبه 3 مرات على التوالي.